بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنتمم تتمة الدرس لمعادلة المتراجحات، وغادي نهضروا على المتراجحات بشكل مبسط. إذا ثانيا كبيرة عندنا متراجحات من المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا تعريف الكتابة AX زائد بي أصغر من أو تساوي صفر، أو AX زائد بي أصغر من صفر، حيث X عدد حقيقي و A و B عددان حقيقيان معلومان، تسمى المتراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذن إذا كان عندنا مثلا AX زائد B صغر تساوي صفر، هذه كتسمى متراجحة ولا كتسمى متباينة. إذن عقلوا، إذا كان عندكم أصغر أو تساوي لأصغر قطعا كتسمى متراجحة أو متساوي أو متباينة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو X. إذا المجهول اللي عندنا احنا هنا هو X، إذا هذا المتراجحة خصنا نبحثو على القيم ديال X اللي كيحققو لنا هاد المتراجحة هادي. إذا هذا هو التعريف ديال المتراجحة. الآن بالنسبة لنا نمشيو نشوفو الأمثلة باش نفهمو أكثر المتراجحة وكيف يتم حلها. إذا لنحل المتراجحة 4X ناقص 9 أصغر أو تساوي 7. إذا لحل المتراجحة كنعتمدوا على نفس الطريقة ديال حل المعادلات، متفقين؟ بحال إلا عندنا 4x ناقص 9 تساوي 7، نفس الطريقة، غير هنا في عوض ما يكون تساوي كيكون أصغر أو تساوي مثلا. إذا غادي نتعاملوا معها بحال الشكل ديال المعادلات بشكل بسيط جدا. إذا غادي نبداو، أشنو كنديروا المعادلات؟ كنحددوا القيمة ديال x، إذا غنديروا 4x، هاد 9 ناقص 9 نحولوها للجهة المقابلة. إذا هنا عفوا باش ننظموا الأمور، عندنا لدينا ننظموا السؤال من الأول، عندنا 4x ناقص 9 أصغر أو تساوي 7، هذه لدينا كمعطى، يعني أن 4x هاد ناقص 9 نحولها للجهة الأخرى غتعطينا ناقص 9 تحول إلى زائد 9، هنا كتغير الإشارة، مزيان. إذا شنو كتساوي؟ كتساوي لنا 4x أصغر أو تساوي 9 زائد 7 هي 16. بقات لنا هاد 4، إلا بغينا نتخلصو منها شنو قلنا نديرو؟ حسب في المعادلات كنقسمو على شحال؟ كنقسمو على 4 في كلا الطرفين، نقسمو هنا على 4 ونقسمو هنا على 4، وبالتالي غادي يختزلو هاد 4 مع هاد 4 وغتعطينا هنا. إذا غتعطينا x أصغر أو يساوي 16 على 4 اللي هي كتساوي 4، وبالتالي هنا يكون عندنا x أصغر أو يساوي 4. إذا هذا هو الحلول ديال الحل ديال المتراجحة الأولى في المثال الأول. أشنو كيعني أن هاد x صغر أو تساوي 4؟ كتعني بأن جميع القيم اللي أصغر أو تساوي 4 هي حل للمتراجحة. باش نبسطو أكثر، غادي نعتبرو إذا إلا كان عندنا عفوا x صغر من أو يساوي 4، فأربعة وتلاتة ناقص اثنان صفر واحد ناقص أربعة إلى آخر، هادو كلهم عبارة عن حلول هاد المتراجحة، كيحققو لنا هاد المتراجحة هادي. لماذا؟ لأن عندنا x أصغر أو يساوي 4. باش نفهمو أكثر، ناخدو مثلا نعرفو علاش تلاتة، علاش هاد القيمة تلاتة عبارة هي حل للمتراجحة؟ علاش اخترنا تلاتة؟ لأن أصلا x كيكون صغر من 4، وبالتالي تلاتة هي صغر من 4. باش نتأكدو كنمشيو نعوضو x بتلاتة. إذا عندنا 4x ناقص 9، 4 في 3 ناقص 9 أصغر من 7. 4 في 3 شحال هي 12، 12 ناقص 9 شحال؟ 12 ناقص 9 هي 3، إذا 3 أصغر من 7. واش هادشي لقينا في الأخير صحيح؟ واش 3 فعلا صغر من 7؟ نعم. وبالتالي فاكس يعتبر، فهاد القيمة 3 تعتبر حل للمعادلة في هاد الحالة، المتراجحة عفوا في هاد الحالة هادي. إذا وهنا في بعض الأحيان كيطلبوا منكم تمثيل ديال هاد القيم ديال المتراجحة، كنمثلوهم بواحد المستقيم بحال هاد الشكل هذا، رسمو المستقيم هنا. القيم ديال عفوا ديال هاد المستقيم عفوا كنرسمو فيه مثلا عندنا صفر، عندنا كنحطو هنا الأعداد صفر، عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة كمثال.
وبالتالي هنا شنو كتعني؟ هذا هما القيم ديال اكس ممكن ياخذ اللي كاين في هذا المستقيم. وهنا اكس نصغر او تساوي 4، ها هي 4. شنو كنديروا حنا؟ عندنا اصغر يعني صغر من 4، كنديروا بحال هذا الشكل، معقوفه بحال هكا. شنو كتعني هذه المعقوفه؟ كتعني اصغر او تساوي، يعني هاد القيم كلهم اللي كاينين في هذا المكان الى هنا الى ما لا نهايه في هذه الجهه كتعتبروا حل للمتراجحه. الحل اي قيمه جبناها هنا وعوضنا باكس تعتبر حل للمتراجحه. علاش ما نديروش المعقوفه بحال هذا الشكل هذا؟ لان هنا عندنا او تساوي، الا كانت عندنا او تساوي كنسدوها بحال هذا الشكل هذا، متفقين؟ اذا هاد نشوف هادشي في التمارين من بعد. اذا اعيد، القيمه اللي لقينا هنا اكس اصغر او تساوي 4 كتعني بان جميع الاعداد ولا القيم اللي صغر من او تساوي 4 كيتعتبروا حلول للمتراجحه. اذا في هذه الحاله ما كاينش عندنا حل واحد، كاين مجموعه من الحلول اللي هما اصغر من 4، كل ما القيم كيتعتبروا حلول للمتراجحه. نجيو ناخذ المثال الثاني. لدينا 8 ناقص 4 اكس اصغر من 16. اذا هنا غادي نحاولوا نحلوا هذه المتراجحه هذه، يعني ان اذا كما ذكرت غادي نعتبروها بحال المعادله. شنو غنديروا؟ غنديروا هنا 8 نحولوها للجهه الاخرى تعطينا ناقص 4 اكس، 8 الى حولناها للجهه الاخرى تعطينا ناقص 8. مزيان، 16 ناقص 8 هي 8 ناقص 4 اكس. اذا ناقص 4 اكس تبقى هي 16 ناقص 8 هي 8، ويعني ان اذا نمشيو ناقص 4 اكس. هادشي اللي كان عندنا فين توصلنا. هنا شنو غادي نديرو في هذه المرحله هذه؟ الان بغينا نحددو اكس. اذا الا مطلوب منا اكس غادي نقسمو على ايش؟ غنقسمو في هذه الحاله على ناقص 4 باش نحيدو تخلصو منها في كلا الطرفين، 8 على ناقص 4. وهاد ناقص 4 غادي تمشي مع هاد ناقص 4، غتبقى لينا اكس اصغر من 8 على ناقص 4. و اكس اصغر من 8 على ناقص 4 هي اكس، هيكون عندنا اكس اصغر، عفوا 8 على 4 هي 2، ناقص هتعطينا اصغر من ناقص 2 قطعا. اذا هذه هي النتيجة النهائية. شنو كتعني هاد النتيجة؟ ان جميع القيم اللي اكس صغر من ناقص 2 صغر من ناقص 2 عبارة عن حل لهذه المتراجحة، متفقين؟ إذا هذه الطريقة اللي كنعتمدوا عليها لتحديد لحساب أو حل المتراجحة من الدرجة الأولى بطبيعة الحال بمجهول واحد. إذا هادشي نشوفوه في التمارين في الفيديو الآخر، مش نطولوا في هذا الفيديو هذا. إذا موعدنا في الفيديو الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.